اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في لواء الصيفة الذي بدأ العمل فيه عام 2021. كما افتتح جلالة الملك الحديقة البيئية التي تضم 15,000 شجرة على مساحة 76 دنما، محاطة ب100 دنم أخرى زرعت بقرابة 3,000 شجرة على أرض تعود ملكيتها لوزارة البيئة. واطلع جلالة الملك على مرافق الحديقة التي أقيمت بتكلفة 2.5 مليون دينار ضمن مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات، داعيا جلالته إلى العمل على خطة للاستفادة من الأراضي التي تمت إعادة تأهيلها لتنعكس الفائدة على أبناء لواء الصيف بيئيا وتنمويا. وأشار جلالته إلى أهمية أن تكون هنالك آلية لمعالجة المشاكل في المناطق المتبقية وتصويب أوضاعها من النواحي البيئية والتنظيمية والخدمية. هو مشهد طالما جثم على صدور أهالي الرصيف والعابرين، ويبدو أنه قريبا سيصبح في ذاكرة التاريخ. هكذا كانت تلال الفوسفات، وقريبا ستكون حدائق غناء كما هو مخطط لها. بتكلفة بلغت نحو 30 مليون دينار، حولت الحكومة نحو 3,000 إلى 4,000 دنم إلى أراضي صالحة للاستغلال العام وفق مخطط تنظيمي شمولي للمنطقة. سيعمل على إعادة تأهيل هذه الأراضي من خلال إنشاء ملاعب وحدائق ومتنزهات ومرافق عامة. تنفيذ المشروع جاء بتوجيهات ملكية وتضافر لجهود القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمة المجتمعية لأبناء المنطقة وتحسين الوضع البيئي فيها، وبما ينعكس على سلامة وصحة المواطنين. النموذج المقترح لتلال الرصيفة جاء وفقا لدراسات أجراها خبراء بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية المرعية وتقديم الحلول الجذرية للمشكلة القائمة في منطقة الرصيفة والتي ألحقت ضررا بيئيا وصحيا بين أبناء المنطقة. 4 عقود على توقف أعمال التعدين في الرصيفة، لكن الأثر البيئي والصحي بقي مؤرقا للساكنين والعابرين قبل أن تتحول تلال الفوسفات إلى ملاعب وحدائق تسر الناظرين. وأكد جلالته على أهمية الاستفادة في المجال الصناعي من الموقع الحيوي للواء الرصيفة ودعم القطاع الخاص بما ينفع المواطنين. وشدد جلالته خلال لقائه عددا من وجهاء وأبناء لواء الرصيفة على أنه لن يتراجع عن موقفه الشخصي تجاه القضية الفلسطينية. وأكد جلالته على وجوب الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات. أرحب مباشرة بسعادة النائبة السابقة ردينا العطي، أهلا ومرحبا بك معنا سيدة ردينا. وسأبدأ معك بمحاور هذا اللقاء الملكي، تحديدا فيما يتعلق على المستوى المحلي وما تحدث به جلالة الملك فيما يتعلق بالشباب، شباب لواء الرصيفة وتحديدا الشباب بشكل عام. كيف يمكن قراءة هذه الرسائل وما تحدث به جلالة الملك؟ بداية مساء الخير، وبحب إني من منبر المملكة إني أمسي عليك بالخير وعلى شعبنا وأهلنا على امتداد مساحة الوطن، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. بداية يعني اليوم كان عندنا فرحة كبيرة وعيدنا بعيدين الحمد لله رب العالمين. شرفنا بلقاء جلالة الملك الله يطول بعمره، وهذه ليست المرة الأولى اللي بزورنا فيها، بتفقد أحوالنا وبطمئن علينا، بل تعددت الزيارات من جلالة الملك وتعددت المكارم من مولاي الله يطول بعمره. اليوم كان يعني في نقاش وحديث من القلب للقلب، سمع لنا بكل رحابة الصدر وسمع لهمومنا ومشاكلنا، وأنا كنت أحد المتحدثين اليوم وتشرفت بذلك أمام جلالة الملك الله يطول بعمره. حقيقة يعني نوه جلالة الملك لموضوع كثير مهم، إنه رصيفة تقع ما بين العاصمة السياسية عمان الحبيبة وما بين العاصمة الاقتصادية اللي هي محافظة الزرقاء، وهذا الموقع يعطيها موقع حيوي لرصيفة، بحيث إنه ممكن إنه هذا الموقع
أكد عليه جلالة الملك أنه يشتغل في موضوع الصناعة وتطوير الصناعة في لواء رصيفة وفي محافظة الزرقاء بدعم الشباب بمشاريع صغيرة يمكن أن يستفيد منها الشباب وتخلق فرص عمل أكثر. طبعا أنا لما بحكي الشباب يعني الشباب من الجنسين الذكر والأنثى، بدعم هذه المشاريع تدعم الشباب والصبايا في لواء رصيف الحبيبة. نعم. طيب الآن هذه الزيارة إذا سمحت لي. نعم تفضل. للاستكمال مشروع تأهيل تلال الفوسفات اللي أمر فيه سيدنا الله يطول بعمره وهي إحدى مكارمه، وافتتح الحديقة البيئية اللي متنفس الآن لأهل رصيفة لأنها كانت تلال فوسفات مترامية غير مستفاد من هاي البقعة الجغرافية الكبيرة الواسعة، لكن الآن أصبحت حديقة متنفس للأهالي ورح يستفيدوا منها الشباب والشابات والكبار والصغار بحيث أن تكون عندنا متنفس لأهالي المنطقة وزودت بالنوافير وبالألعاب للأطفال يعني كافة الخدمات اللي ممكن انها يعني تكون متوفره. نعم. سيدة رودينا عندما نقيس يعني هذا الاهتمام الملكي بالمشاريع المقامه، جلالة الملك ليست الزياره الاولى الى لواء رصيفة. نعم. قبل 12 نعم. عاما واقل ربما كان هناك وامر بعده مشاريع 2011. بالتحديد وامر بعده نعم. مشاريع بالنسبه للواء رصيفة، كيف يمكن الان البناء على ما تحدث به جلالة الملك وبناء على هذه المشاريع بتوجيهات ملكية الاستفادة من الميزة التنافسية التي يمتاز بها لواء رصيفة في مسألة الصناعات، في مسألة توجيه الشباب بشكل أكبر كما ذكرت باتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، فيما يتعلق بالجهد، فيما يتعلق بالإدارة المحلية على مستوى لواء رصيفة؟ نعم صحيح أستاذ، شكرا أنك نوهت لهذا الموضوع. حقيقة المكارم الملكية تعددت في لواء رصيفة، يعني بعام 2011 لما زارنا سيدنا أول مرة وأنا كنت نائب المجلس 16 لأول مرة وكذلك في المجلس 17 يعني أكرم علينا جلالة الملك بمكارم ملكية الحقيقة كثيرة، يعني أن المدينة الرياضية لأن هي مجمع رياضي لكن وجه اليوم سيدنا وزارة الإدارة المحلية والديوان الملكي العامر إنهم يكملوا مرافق المدينة الرياضية وتكون متنفس للشباب ويكون في كمان بيت للشباب والشابات في لواء رصيفة وملاعب للشباب حتى تكون متنفس. هذا من جانب. من جانب آخر وجه الحكومة لخلق فرص عمل ومشاريع مع القطاع الصناعي، وأشار جلالة الملك لما حكى إنه رصيفة يعني تتميز بموقعها الحيوي في المملكة الأردنية الهاشمية بقربها من الزرقاء وعمان، وحقيقة رصيفة هي حاضنة تاريخية للاقتصاد الوطني من زمان، يعني رصيفة فيها الفوسفات، رصيفة كان فيها نهر الزرقاء يمر بمياهه، كانت فيها يعني كثير صناعات وما زالت ترفد الاقتصاد الوطني. فوجه الحكومة سيدنا والديوان الملكي انه يلتقوا فينا بعد العيد المبارك ان شاء الله بالديوان الملكي حتى نضع خطه استراتيجيه من اجل النهوض بالقطاع الصناعي وخلق فرص عمل للشباب والشابات، بحيث انه كذلك الجمعيات التي تعنى بالشباب وعندها مبادرات وعندها عمل تطوعي وعندها عمل اجتماعي انها كمان تستفيد من المشاريع الصغيره. وأنا طلبت أيضا أمام جلالة الملك اليوم أنه التشبيك ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بحيث أنه هناك كثير من المؤسسات في لواء رصيفة الحبيبة، لكن إحنا بحاجة كمان إلى التشبيك مع القطاع الحكومي كما تفضلت أستاذي، وزارة الإدارة المحلية بشقيها البلديات ومجالس المحافظة هم يعني بإجراء مساندة للجمعيات والمشاريع الصغيرة. نعم. ممكن يساعدونا كثير. طيب سيدة رودينا قبل هذا الموضوع. نعم. لنستغل الوقت فيما يتعلق بمحور أخير.
في خلال هذه الزيارة، ودائما جلالة الملك ما كان يؤكد وباستمرار على الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، وموقف جلالته أيضا تحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أهمية هذا التأكيد انطلاقا من لواء رصيفة، انطلاقا من الثوابت الأردنية، انطلاقا في تعاطي أبناء وأبناء لواء رصيفة وشباب لواء رصيفة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أهمية هذه التأكيدات وكيف يمكن تلقيها أيضا في المجتمع المحلي؟ صحيح، يعني حقيقة جلالة الملك ليست المرة الأولى التي يتحدث بعمق وبألم من الداخل باتجاه القضية الفلسطينية. يعني اليوم تكلم وهيك يعني جواته غصة زي ما بحكوا، خليني أحكي بالعامية، لأنه يعني أكد على أنه القضية الفلسطينية ليست موقف أردني فقط وإنما موقف شخصي بالنسبة له، وأشار بالفم المليء أنه القضية الفلسطينية والجبهة الفلسطينية في الداخل تعرضت إلى مؤامرة، وأكد على أن الشعب الأردني يجب أن يكون مساند لمواقف الشعب الفلسطيني ويدعم ثبات الشعب الفلسطيني في الداخل وفي القدس الحبيب والحفاظ على الوصاية الهاشمية، وأكد على أن وجود الشعب الفلسطيني وثباته في الداخل هو استقرار وثبات الأردن. فهذا الموقف ليس غريب على جلالة الملك، لما اختار الزرقاء وأطلق منها اللاءات الثلاث كانت بالنسبة لنا يعني هذا كثير بالنسبة لنا موقف عظيم انه يجي عندنا جلالة الملك ويطلق اللاءات، واليوم جددها وكررها جلالة الملك كالعادة انه انا مع القضية الفلسطينية ولا واجب، ووجهنا جلالة الملك ووجه الشعب الأردني ان نكون دائما داعمين وساندين لأهلنا واخواننا في فلسطين المحتلة، لأنه ثبات فلسطين ووجود إخواننا في الداخل هو يعني مصلحة وطنية عليا للدولة الأردنية. نعم. واستقرار فلسطين والقضية الفلسطينية هو استقرار للأردن. شكرا لك. حتى كمان أنه ما دامت الجبهة الداخلية في فلسطين مستقرة فإحنا بخير والمنطقة بخير، أما لا سمح الله إذا تضعضعت الأمور في الداخل فممكن لا سمح الله يعني تؤدي إلى نتائج لا. شكرا لك. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا النائبة السابقة سعادة ردينا العطي، شكرا لك. بجد العمل وصدق الإرادة كان التغيير عنوانا للمكان، حديقة بيئية ومتنفس للسكان في رصيفة ضمن مشروع بدأ العمل فيه عام 2021. مرور الأيام على العمل أزهر اليوم فائضاً بلوحات وجلسات للعائلات ومناطق ألعاب للأطفال ومرافق مختلفة، لتشكل الحديقة المقامة على مساحة 76 دونماً رئة بيئية نقية يتنسم فيها الزائر مشاهد محاطة ب 15,000 شجرة. أبسط ما يقال عنها أنها لوحة فنية. مشروع سياحي استثماري لأبناء المدينة، أيضا تنموي، أيضا في جزء آخر يقع جانب هذه الحديقة ب 240 دونم، إن شاء الله له مشاريع قادمة أيضا للاستكمال. فبالتالي هذا الأمر يعني الكثير لأبناء المدينة عندما تتحول من مشاكل بيئية إلى أن يعود الأمر إلى أن تصبح بقعة خضراء جميلة متنفس لأهل المدينة. أكيد كنا مقدرين ومثمنين هذه الجهود ومقدرين أيضا تماما مكارم سيدنا في هذا المجال. اليوم ما نشاهده مكان هذه التلال أستطيع أن أقول إنه معجزة، لأنه خلال مدة زمنية قصيرة وبجهود العاملين وبمكرمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله تحولت هذه المنطقة من مكرهة صحية وبيئية إلى متنفس لأهالي المدينة. ويعد وجود الحديقة في رصيفة فرصة مهمة لإعادة تأهيل المنطقة بطرق بيئية وجمالية من جانب المساهمة في تهيئة البنى التحتية للمواطنين لإقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على أبناء رصيفة. مشروع تلال الفوسفات وما شكله من جوانب سلبية عبر السنوات بات الآن واقعاً جديداً وبشكل يعتمد على تحسين مساحة 1700 دونم ضمن كلفة عامة للمشروع بلغت 35 مليون دينار، وجرى تقسيمه إلى ثلاث مناطق رئيسة، إذ يقدر حجم المخالفات التي تمت إزالتها من المكان ب 15 مليون متر مكعب ناتجة عن أعمال التعدين سابقاً.
توجه بالمستقبل أن لا نترك الأمور على ما هي عليه، لابد من ديمومة عمل الحديقة وعملة هذا المشروع اللي هو يعتبر من أهم المشاريع اللي في منطقة الرصيفي. التوجه للمستقبل أنه ما تبقى من الأراضي اللي موجودة الفاضي هاي، أنه في هناك خطة لدى اللجنة لإعادة تأهيلها من بين وجديد، يكون هناك ساحات عامة، ملاعب للأطفال إلى آخره، حتى أنه ننهي موضوع ما يتعلق خلينا أقول التلوث البيئي اللي موجود في تلك المنطقة. أنجز المشروع، ونحن الآن نقف على الكوم الرئيسي بعد أن تم إزالته، وكان كمية الردم في هذا الكوم الأساسي 5,800,000 متر مكعب، والبقية موجودة في المناطق الشرقية، ولكن كما ترونها مسهلة وممهدة بالتراب الأحمر ومزروعة بالأشجار، والآن متروكة للدولة تتصرف فيها كما تشاء. ووسط هذه الجهود تبقى التوجيهات الملكية حافزاً أولى للجميع في استمرار وجود آلية لمعالجة المشاكل في المناطق المتبقية وتصويب أوضاعها من النواحي البيئية والتنظيمية والخدمية. واقع جديد يفرض نفسه برصيفة بتجاوز مشكلات بيئية وتحويل مواقع إلى جهات يستطيع المواطن فيها أن يتمتع بجمال الحدائق العامة، وضمن إطار يتحدث عن جانب تنموي تعيشه المدينة. عبيد الضمور، المملكة، الرصيفة. أرحب مباشرة برئيس اتحاد الجمعيات البيئية السيد عمر رشوشان، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد عمر، إذا أردنا الحديث عن أهمية إقامة مثل هذه الحديقة البيئية في لواء الرصيفة، ونتحدث أيضا عن إعادة تأهيل تلال الفوسفات، الأهمية البيئية التي ستنعكس مباشرة وما يلزم الآن من إجراءات لربما لمراعاة هذه البيئة الجديدة في ظل المنطقة الصناعية والميزة التي تمتاز فيها محافظة الزرقاء وتحديدا لواء الرصيفة. بكل تأكيد، بأن يعني إعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات هي ضرورة بيئية حقيقة، وليس فقط يعني مسألة إنه بناء حديقة جديدة. هذا أحد المشاريع البيئية المهمة التي يجب أن يعني كانت تؤرخ حقيقة صانع القرار البيئي في المملكة، خاصة أن تلال الفوسفات بشكل أو بآخر كانت تعتبر بؤرة بيئية ساخنة، وهناك كان تقارير يعني معمقة من الناحية الفنية بأنها أضرار بيئية متحققة وأيضا أضرار صحية. وأذكر في وقت سابق يعني قناة المملكة مشكورة أجرت برنامج تحقيق استقصائي كامل على تلال الفوسفات، وهذا يؤكد بأن يعني المسألة كانت بحاجة إلى معالجة فورية. وبموجب أحكام قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017 يلزم الشركات التعدينية عادة في عملية إعادة التأهيل، يعني خاصة بعد انتهاء يعني أعمال التعدين. فلذلك أنا أعتقد بأنها مسؤولية قانونية كانت تقع على شركة الفوسفات، وأيضا يعني يكون هناك مسؤولية مجتمعية لشركة الفوسفات في إعادة التأهيل بشكل واضح. يعني خلينا كمان نكون منصفين، يعني لولا التوجيهات الملكية السابقة في السنوات السابقة لما كان هذا الجهد يسير بهذا يعني بإيقاع العمل السريع. يعني أنا يعني عاصرت هذه المشكلة منذ سنوات عديدة، ولكن لم يكن هناك يعني حل جذري لولا كان هناك متابعة أعتقد أيضا من جلالة الملك وأيضا من الديوان الملكي مع الجهات المعنية. من المهم جدا يعني هنا السؤال سيد عمر، عندما نتحدث عن المسؤولية المجتمعية لمثل هذه الشركات ولربما المصانع الكبيرة التي يجب أن تخفف من الأضرار التي تنتجها على البيئة لإقامة مشاريع تهتم في البيئة، يعني نلحظ الكثير من المشاريع والمشاريع الصناعية تحديدا تتخلى عن دورها في تنمية المجتمع وفي المسؤولية المجتمعية في معالجة الإشكاليات. يعني إذا أردنا الانسحاب أيضا على منطقة أخرى في الزرقاء، نتحدث عن منطقة الهاشمية، الأثار البيئية هناك، ونتحدث أيضا عن مناطق أخرى، وبالتالي هنا كيف يمكن عملية التحفيز لهذه التجمعات الصناعية، هذه المشاريع الصناعية أن تكون أكثر التزاما بالمسؤولية المجتمعية؟ بكل تأكيد، يعني يسبق المسؤولية المجتمعية المسؤولية القانونية. يجب بداية أن نلتزم
روح ونص قانون حماية البيئة بشكل واضح جدا، ومن ثم ننطلق إلى المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية مهمة جدا، يعني حقيقة التلوث البيئي في محافظة الزرقاء ولواء رصيفة تحديدا الذي يعتبر يعني بؤرة بيئية ساخنة، نشهد على طول يعني امتداد تيل الزرقاء في لواء رصيفة، نشهد كثير من المخالفات البيئية خاصة من القطاع الصناعي والحرفي. فلذلك يجب أن نؤكد على المسؤولية القانونية، يجب أن نؤكد أيضا على الرقابة، الرقابة البيئية من خلال وزارة البيئة ومن خلال أيضا يعني الإدارة الملكية لحماية البيئة. يجب أن يكون هناك جهد متكامل مبني على روح ونص القانون، ولكن بنفس الوقت كما تفضلت المسؤولية المجتمعية مهمة، لأن عملية إعادة التأهيل عادة من الناحية البيئية مكلفة اقتصاديا، فلذلك إذا لم يكن هناك مساهمة من القطاع الخاص لا يمكن أن نضع حلول طويلة الأمد من الناحية البيئية. فلذلك أنا أثمن دور شركة الفوسفات في أن يعني تخصص هذه المبالغ، وهذه مسؤولية يعني نؤكد ونكرر أنها مسؤولية قانونية وليست يعني منحة مجتمعية. فلذلك كان يجب معالجة هذا الأمر منذ سنوات طويلة، وهنا نثمن ونقدر عاليا توجيهات جلالة الملك في نخلق بيئة صحية في هذا الوسط يعني الذي يحتاج، وأنا يعني أنا أسميها ضرورة حقيقة، ضرورة للمجتمع المحلي الذي دفع فاتورة صحية نتيجة هذا التلوث على مدار السنوات الماضية. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، رئيس اتحاد الجمعيات البيئية سيد عمر الشوشان، شكرا لك. وخلال لقائه عددا من وجهاء وأبناء لواء رصيفة، أكد جلالة الملك على أهمية الاستفادة في المجال الصناعي من الموقع الحيوي للواء رصيفة ودعم القطاع الخاص بما ينفع المواطنين. وتطرق جلالته إلى خطط الحكومة لتطوير الخدمات التعليمية والصحية والبيئية باللواء. وفي الشأن المحلي أعاد جلالته التأكيد على أنه لا تراجع عن تنفيذ خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي والإداري في محاربة الفقر والبطالة. وجدد جلالته التأكيد على أنه لن يتراجع عن موقفه الشخصي وموقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية. وأكد جلالته على وجوب الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات. ومن جهتهم ثمن المتحدثون حرص جلالة الملك على المضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لافتين إلى مساعي جلالته في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورعايتها من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وقدم عدد من المتحدثين مطالب أبناء اللواء التي تمثلت في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والبلديات والخدمات والتنمية.